بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما قرأنا الآن في سورة يوسف عليه السلام ما يدل على ستر ربنا جل جلاله، فهو الستير الكريم. هذه المرأة وهي زوجة العزيز أنعم الله عليها بأنواع النعم، ومع ذلك أغواها الشيطان. فلما أراد الله براءة يوسف كان ذلك عن طريق شاهد من أهلها، وهو صبي في المهد ابن أختها، تكلم في المهد. فلو أراد الله كشف الستر عنها لتكلم الصبي في المهد وقال فلانة هي التي فعلت، لكن ستر الله الأمر، فكان كلام الصبي محتملا الاحتمالين: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وبدأ بتصديقها: وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هذا الاحتمال الثاني، فكانت بين أمام الناس على احتمالين، والذي سيحقق في الاحتمالين من هو؟ زوجها. وزوجها لم يعلن ذلك للناس بل ستر الأمر. فلما رأى هو نفسه، ولم يذكر أن ذلك رآه الناس، لما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وهذا الستر سيتكرر معنا في هذه السورة. فالله سبحانه وتعالى لما رمي يوسف في الجب أوحى الله إليه لتنبئنهم بأبرهم هذا وهم لا يشعرون. أسلوب القرآن دائما يكون محيطا بكل الاحتمالات، فالله أخبره أنه سيخبر إخوته بهذا الأمر وتفصيلاته وهم لا يشعرون، معناه أن الله ضرب على أعينهم وعلى أسماعهم وأبصارهم، فيأتون إليه ويصافحونه ويسلمون عليه ولا يعرفونه. فعرفهم لا، لما جاءوا قبل بلوغه رمي في الجب، لكن بعد أن بلغ وجاءوا إليه في مصر عرفهم وهم له منكرون، لأنه هو ليس محجوبا عن العلم بهم، وهم المحجوبون، لأن الله قال لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فلم يشعروا، لم يعرفوه قبل بلوغه، بلغ بذلك ولهم ذلك وهو في الجب، فلم يعرفوه، فزاروه مرتين. وحتى أخوه الشقيق لما أتاه لم يعرفه، ويوسف هو الذي تعرف عليه، قال إني أنا أخوك. والغريب في الأمر أن الستر أيضا الذي ذكرناه في القصة، انظروا إليه في عمل يوسف عليه السلام. في المرة الأولى لما جاء إخوانه أراد أن يجعل لهم علامة، فأمر فتيانه وغلمانه أن يجعلوا بضاعتهم في رحالهم، فالغلمان يمكن أن يسربوا هذا الأمر ولكن ذلك احتمال مرجوح. لكن في الزيارة الثانية لما أراد أن يتهم أخاه بالسرقة تولى هذه المهمة بنفسه، ولم يأمر غلمانه بجعل صواع الملك في وعاء أخيه، بل تولى ذلك بنفسه. فهذا غاية الستر، فإنه لو تولى الغلمان هذا الأمر لن اكتشف، أو احتمل الكشف في أي وقت من الأوقات أن يعرف أن هذا ليس من سرقة الرجل، وإنما وضعه الغلمان في وعائه. فلذلك في المرة الأولى قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، والمرة الثانية جعل السقاية في رحل أخيه، تولاه هو بنفسه ذلك. وكذلك من الغريب في هذا الأمر أن امرأة العزيز أيضا لما سمعت باستنكار النسوة في المدينة أرادت أن تقيم عليهن الحجة بالفعل لا بالقول، فهيأت لهن السكاكين، وكل واحدة معتمدة على المتكئ في مجلسها، آتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه،
وهنا أكبرنه بمعنى عظمنه وكبر في صدورهن. وبعض أهل التفسير يقول أكبرنه، فالهاء في الأصل للسكت وأدرجت في درج الكلام، ويكون المعنى أكبرنا أي حضنا، بمجرد رؤيته حضنا من شدة التأثر. وهذا نظير أيضا ما جاءنا في قصة إبراهيم، امرأته قائمة فضحكت، قيل ضحكت بمعنى حاضت، وقيل ضحكت الضحك المعروف، فهي كبيرة السن، مستغرب جدا منها أن تعود إليها الدورة، لكن لما أراد الله أن تحمل ضحكت أنا حاضر، فذلك أمر الله. قالوا أتعجبين من أمر الله. نعم هي صارت، نعم إيه، لكن هي اللفظ الواحد لا يفسر إلا بتفسير واحد، اللفظ لا يقبل تفسيرين. نعم نعم نعم. بالنسبة لما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فيها إغياء بأمرين. الأمر الأول ما دوام السماوات والأرض، والمقصود به الشيء الذي يحصل في الأذهان أنه غير منتهي، وهذا الذي كان العرب يبالغون به فيقولون ما أن حراء مكانه، ويقولون ما بل بحر صوفة، معناه شيء لا ليس له أمد ولا نهاية، وهذا المقصود عندهم بدوام السماوات والأرض. وإلا في يوم القيامة ما فيه السماوات والأرض بحالها، السماوات تطوى وتشقق فهي يومئذ ما هي، والأرض تكون خبزة يتكفأها الجبار بيمينه نزلا لأهل الجنة. فلا يقصد بها هذه السماوات والأرض وبقاؤها، المقصود المبالغة في الدوام والاستمرار. أما الأمر الثاني فهو إلا ما شاء ربك، هذا الاستثناء، هذا الاستثناء هو للتبرك بالنسبة للجنة، لأن خلود أهل الجنة فيها لا استثناء فيه، من دخل الجنة لا يخرج منها وما هم منها بمخرجين. لكن بالنسبة لأهل النار إلا ما شاء ربك، الاستثناء وارد، لأن أهل النار فيهم مؤمنون وكافرون ومنافقون، فيخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، من قال لا إله إلا الله، أصحاب الحقوق يخرجون على ما كان. وهذا هو المحمل لأثر ابن مسعود، لو أن أهل النار بكثوا فيها قدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون منها فتصفق أبوابها من قلة الداخلين. فالمقصود بذلك نار أهل الإيمان، من كان في قلبه إيمان، أما أهل الكفر فهم أيضا مخلدون في النار لا يخرجون منها، فيكون الاستثناء هنا يختص بأهل الإيمان. نعم. فلما سمعت المدينة وقال نسوة، قال نسوة في المدينة، الأمر إذا قيل في المدينة معناه لا بد أن ينتشر ويشتهر، فلذلك وصل إلى امرأة العزيز أنهن قلن ذلك في المدينة. القول في المدينة هو بمثابة الكتابة على الفيسبوك الآن، لا بد أن يصل. قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. قصة بني إسرائيل اللي أرسلهم الأنبياء والرسل، نجبروا على أنهم أرسلهم فر، بينما العرب جاؤنهم شعيب وصالح القبائل دون واحدين، سود عن القحطانيين والعدانيين كان قط جاؤهم أنبياء ورسل في ذيك الفترة من اللي وعدها أنبياء العرب. الله أعلم، الله عز وجل لم يقص علينا كل الأنبياء، قال رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، ولكن اشتهر أن خالد بن سنان كان نبيا، وأيضا أرسل إلى أهل صنعاء نبي وهو هم أصحاب الرس، هم قوم تبع، نعم هم قحطانيين. نعم. الله أعلم، قيل هذا من كلام امرأة العزيز، فإنها لما أرادت الإقرار قالت ما أبرئ نفسي، لأنها كانت شهوتها غلبتها، هي ما تبرئ نفسها من أن أنها تقع في مثل هذا النوع. وقيل هذا من كلام يوسف عليه السلام، لا أراد أن يبرئ نفسه بل أراد أن يبرئه الله وأن تظهر براءته، ولذلك لما جاءه الرسول وهو في السجن وجاءه بدعوة الملك أن يخرج إليه،
قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ما أراد أن يخرج قبل ظهور براءته ظهورا مطلقا. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. لكن من الغريب في قصة يوسف هنا أن أهل مصر في ذلك الوقت لم يكن الملك عندهم بالتقدير والاحترام الذي كان في عصر الفراعنة مثلا بعد ذلك. ففرعون بعد هذا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين. لكن هذا الملك الذي قبل ذلك قبل الفراعنة رأى رؤيا فعرضها على الملأ والشعب فقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لم يحترموا شعور الملك. كثير من الناس أهل البلاط لو أن الملك سألهم عن رؤياه لقالوا هذا شيء عظيم وشيء كبير، لكن ما قالوا له أضغاث أحلام. ويوسف سار طبعا كثير لمدة كثيرة، موسى من ذرية لاوي، ولاوي أخو يوسف أخي يوسف ها للعزيز يعلم العزيز وأني لم أخنه بالغيب. نعم ها مؤاخذته على الذنوب ما أسمع مؤاخذة على الذنوب والعقاب خاص بهذه الأمة أو لا لا كل الأمم حتى الاستغفار في كل الأمم. المرأة العزيز قال لها واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذا القدر، كل ما جاءت لولا كلمة سبقت من ربك فمعناها القدر أن هذا قد نفذ فيه أمر الله. ذكرناها أن ضحكة قيل معناها حاضت وقيل معناها ضحكة الضحك الآن. كانت واقفة من شدة الروع من الملائكة لأنهم جاءهم هؤلاء الضيوف الذين بادر إبراهيم لوضع الطعام بين أيديهم فجاء بأجل حنيذ. ما لبث أن جاء بأجل حنيذ، شيء سريع، هذه الضيافة السريعة. ومع ذلك رأى أيديهم لا تصل إليه، نكرهم وأوجس منهم خيفة، أحس بالخيفة. إذا كان إبراهيم أحس بالخيفة فكيف بالمرأة؟ فالمرأة قامت رأته قائمة عائذا بالله من النار. النار فيها زفير وشهيق، أصواتها مروعة تسمع من بعيد، كما قال الله تعالى إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين قبلها إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. لكن أهل الإيمان والتقوى الذين أكرمهم الله وسبقت لهم العناية من الله لا يسمعون حسيسها، كما قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. موجود في ضحكت وأكبرت وكذلك أعصرت كلها بمعنى حاضر ولها شواهد كلها. نعم ما أسمع. سجود كان مشروعا لمن أمره الله به مثل الملائكة في سجودهم لآدم ومثل سجود يعقوب وأولاده وزوجته ليوسف. نعم عائذا بالله. هذه الصيحة هي الرجفة، هي صيحة ملك يصيح عليهم فترتجف بهم الأرض. تارة يعبر عنها بالرجفة وتارة يعبر عنها بالصيحة، لكن إذا عبر عنها بالصيحة يأتي معها الديار، وإذا عبر عنها بالرجفة يأتي معها الدار بالإفراد. هذا من إعجاز القرآن. نعم أخوة يوسف في المرة الأولى كذبوا فقال لهم أبوهم بل سولت لكم أنفسكم، والمرة الثانية صدقوا فقال بل سولت لكم أنفسكم. نعم هو يعقوب لا يعلم الغيب، لكنه تصور أنهم قد سولت لهم أنفسهم أمرا في قضية يوسف. فعلا هو علم عن طريق الوحي أن يوسف سيكون له شأن في المستقبل، وذلك عندما رأى رؤياه فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك. هذه الرسالة. ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق
إن ربك عليم حكيم. لكن بالنسبة لبنيامين كان يظن أيضا أنهم احتالوا عليه وأنهم هم الذين اتهموه بالسرقة، لكن الواقع أنهم حكوا ذلك وقالوه، فيكون حاكي القول وناقله شريكا لقائله، كما قال الشاعر: إنا إذا مال الدواعي الهوى واستمع إنا إذا مال الدواعي الهوى وأنصت السامع للقائل واصطرع القوم بألبابهم نقضي بحكم عادل فاصل لا نجعل الباطل حقا ولا نرد دون الحق بالباطلين نخاف أن تسفه أحلامنا فنخمل الدهر مع الخامل. يقول في فناقل القول شريك له ومطعم المأكول كالآكل، فيكون احتيالهم على بنيامين ليس بالمباشرة لكن بنقل الكلام، أنه مباشرة أيقنوا أنه سرق، قالوا يا أبانا إن ابنك سرق، وشهدوا قالوا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وأرادوا يعلمون أنه لن يصدقهم، قالوا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، فكذبهم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، ويعلموا أن ولده لن يسرق. لكن الغريب أنه هذه لم نقرأها بعد لكنها ستأتينا قريبا، أنه لما اعتقل ابنه الأصغر وبقي معه ابنه الأكبر أيضا في مصر قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، تذكر يوسف فحزن عليه وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف، لم يقل على يوسف وبنيامين والولد الأكبر أيضا، قال يا أسفا على يوسف فقط. قال أهل التفسير لما كان أولاده الآخر لما كان ولده الآخر شقيق يوسف معه كان يخفف وجده بيوسف، فلما فقد ولده الصغير استدى عليه الحزن ليوسف، لذلك قال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، طيلة الفترة الماضية لم تبيض عيناه من الحزن. نعم. نعم لا لا إشكال، الرياح يرسلها الله بشرا بشرا بين يدي رحمته تبشر بالمطر بين يديه، ونشرا بين يدي رحمته أنها تنشر المطر وتفرقه. نعم. ما نثبت به فؤادك، هذه قصص الأنبياء هي تثبيت لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن المبارك: قصص الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده، ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. طبعا. ما أسمع. لقد همت به، هذا الوقف الصحيح أن يقال ولقد همت به، لأنها فعلا همت به، ولذلك قالت هيت لك وغلقت الأبواب، فعلت هي عزمت. هي الدرجات خمسة: أولا الهاجس، ثم الخاطر، ثم الهم، ثم حديث النفس، ثم الهم، ثم العزم. هاجس خاطر حديث لنفس ثم هم لا إثم إلا بعزم. هذه الخمسة ثلاثة منها لا تكتب لا بالخير ولا بالشر، وهي الهاجس والخاطر وحديث النفس. ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. الرابع هو الهم، وهذا لا يصحبه عمل، ولذلك يكتب بالخير ولا يكتب بالشر. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. أما العزم وهو المرتبط بالعمل، فهي هنا عزمت لأنها غلقت الأبواب وقالت هيت لك، فهذا عزم، والعزم يكتب بالخير وبالشر. أما هو فإنه قال: وهم بها لولا، ولولا حرف امتناع، معناه أن ذلك لم يقع، معناه ولولا أن الله سبحانه وتعالى أراه برهانه وهو إيمانه الذي في قلبه لهم بها، لكن هي همت وهو لم يهم لأن الله عصمه. لا غلط مني أنا، صح هي إلا أسماء، لأن هذا التفريغ، وإذا حذف المستثنى منه فإنما بعد إلا يكون حكمه كحكم ما سلط عليه من العوامل. تقول: ما جاء إلا زيدون،
وما رأيت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد، كما قال ابن مالك: وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم، كأن إلا غير موجودة. نعم. وكم ما تعبدون من دونه إلا أسماء لأنهم يحول تعبدون. نعم. الركون ليس الركن، الركون معناه الميل بالقلب، معناه الميل من مناصرة الظالمين بالقلب، هذا يؤدي إلى هذا الإشكال. نعم، هذه ستأتينا إن شاء الله في سورة القصص. بقية الله معناها يبقى الله عليكم، لأن الله يبقي عليهم بالعافية إذا لم يعصوه، فالبقية والإبقاء والبقياء معناه العافية، معناها عافية الله خير لكم. نعم، الأسباط. أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. نعم. ما اسمه؟ ما اسمه؟ حد ما عز كي حد يصير عنده لا يمكن يعني بيع له شغلة عنده. لا لا يبعده. إن أنزلناه قرآن عربي وإن أنزلناه بلسان عربي ملحق. هذا القرآن عربي في لغته، واللغة مؤثرة في التفكير. أنت الآن إذا كانت لك لغة قوية فيها جدا تفكر بتلك اللغة، يكون تفكيرك بتلك اللغة. فكذلك هذا القرآن لا يفهم فهما دقيقا إلا لمن عرف اللغة العربية وأتقنها. نعم. يهود عليه السلام طالبه عاد بأن يأتيهم ببينة أي حجة على صدق ما صدق دعواه بتوحيد الله وإنكار الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فقالوا: ما جئتنا ببينة، معناه أن المعجزات التي أتى بها لم تقنعهم، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، معناه لن نقلدك فقط، لا بد لنا من بينة من حجة. ما أسمع. هاي ذكرناها، ذكرناها أنها للبركة للتبرك. نعم، لأن هذا القول فيه مكر، فيه مكر بها، لأنه لو نما ذلك وبلغ إلى زوجها سيطلقها. إحنا يعقوب هو لما قص عليه أنه رأى، قال: إني رأيت، قال يوسف لأبيه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فيعقوب عليه السلام وكذلك إسحاق وكذلك إبراهيم آتاهم الله علم التعبير، تعبير الرؤيا. فلذلك قال يوسف في السجن لما سأله صاحب السجن عن رؤياهما، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله من قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. فهذا مما علمهم الله. فيعقوب عرف أن إخوة يوسف هم 12 كوكبا، وأن يعقوب هو الشمس، وأن زوجته هي القمر، وأنهم سيسجدون ليوسف. نعم. لا لو كان له هو لو كان له أنصار يأوي إليهم ليردوا عنه هؤلاء المعتدين، هذا قصده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. فلذلك جبريل عليه السلام بيّن له أنه سيطمس أبصارهم، فطمس أبصارهم فلم يروا شيئا، وأمر الله لوطا أن يخرج بأهله إلا امرأته فخرج منه. نعم، هاي ستتينا إن شاء الله. يا ربي لطيف لما يشاء. نعم. اختفاء الملائكة عدد الأنبياء، كيد قصة إبراهيم الدماء ولوط اللي ما عرفهم، هذا ما يفهم من هو عرفهم وبعدينهم لا يعرفون بأنفسهم، لكن الملائكة يأتون في أشكال بشرية، صور بشرية. ولذلك جبريل عليه السلام في قصة حديث عمر بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر قال: يا عمر، وتدري من السائل؟
قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لكن في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ردوه علي، فطلبناه فلم نرى شيئا، فقال إنه جبريل وما خفي علي في غير هذه، كان يعرفه في كل الأمور. نعم نعم، عندما يأتي الحشر يوم القيامة لا يؤذن لأحد بالكلام، لأن الناس في وقت الخصام، والله جل جلاله يتجلى لفصل الخصام، وحينئذ لا يستطيع أحد أن يتكلم، الأعذار كلها تذهب. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فيختم على أفواه الناس جميعا، نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم، وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم، القراءة الأخرى لما ليوفينهم ربك أعمالهم، معناه هو إن كل من هؤلاء جميعا ليوفينهم ربك أعمالهم وما تكون زائدة كافة، وحينئذ يبقى الإعراب كما لو أنما غير موجودة، معناه أصل الكلام وإن كلا ليوفينهم ربك أعمالهم، أو القراءة الأخرى وإن كلا ليوفينهم ربك أعمالهم، وتكون اللام لام الابتداء داخلة على خبر إن. تكرار بنفس الشيء.